ينضم إلينا من لندن ديفيد مادن، محلل أسواق مالية في مجموعة أكويتي. أهلا بك ديفيد. تفاؤل البنوك الاستثمارية تجاه أسواق الأسهم باستراتيجية الشراء عند كل تصحيح، كيف تقرأه الآن مع التراجع الذي نراه اليوم في الأسواق؟ أظن أنه إلى درجة محددة إن ما نراه في سوق الأسهم العالمية لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية ربما هذا يطرح فرصة جيدة الآن للشراء، ولكن في اللحظة الراهنة هناك المتداولون والمستثمرون الحذرون والذين يأخذون في عين الاعتبار أيضا كل ما يجري من الارتفاعات على عوائد السندات في الأشهر المستقبلية. ولكن بالعودة إلى 2013 مع ما رأيناه من هذا الزخم في التقليص، ما جرى في الأسواق وما جرى على الأسهم الأمريكية أيضا، الآن ربما نتوقع نفس السيناريو ولكن في أسهم أو في سوق الأسهم مع هذه المستويات المتفاوتة الآن من السياسات أو جراء السياسات المعتمدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وربما هذه اللحظات كانت هي الأفضل من أجل الشراء، والآن نرى هذه الخطوة على أنها إيجابية. وفي هذه الحالة كل هذه الاتجاهات ساهمت في تحسين الأمور في 2013-2014، والآن ربما نشبه الحالة بالحالة الراهنة فيما يتعلق بما يجري في الأسواق الآن. ورأينا كل هذه الأسواق العالمية لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من الدعم الحكومي في الأشهر الماضية، العشرين الماضية، الواحدة والعشرين الماضية، والآن نحن طبعا نتوقع وهذا ما يجري كل التقليص في الحزم الداعمة مع رفع الفائدة المرتقب الآن من قبل السياسة الفيدرالية في وما سيؤثر على السنوات المستقبلية مع الرفع أو الزيادات الثلاثة أو الأربعة المتوقعة. هذا في ما يتعلق بهذا المخطط للنسب الفائدة التي ستبقى منخفضة بعض الشيء حتى ولو رفعت ثلاثة أو أربعة مرات. طيب اليوم الآن في شهادة باول، يعني نحن نتحدث عن ما تنصح به البنوك الاستثمارية العالمية حول الشراء في هذا التصحيح، هذه الانخفاضات التي لم تدم طويلا، ولكن اليوم سمعنا شهادة باول يقول فيها بأن سوق العمل مستمرة في التحسن، يقول فيها أننا مستمرون في التجديد بالنسبة للسياسة النقدية الأمريكية. هذا الأمر قلب الأسواق من الأخضر إلى الأحمر، تراجعت اليوم. هل يمكن أن نتوقع أن هذه المرة، طبعا بعد أطول سلسلة تراجع منذ بداية العام شهدتها الأسواق الأمريكية، هل نتوقع بأنها قد تستمر في التراجع أم هذه الموجة قصيرة وستنتهي برأيك؟ أظن أنه في المدى القصير سنرى هذه التراجعات تستكمل في الأسهم الأمريكية مع ما جرى مثلا في الأسبوع الماضي مع كل هذه العناوين العريضة التي رأيناها حول الأسواق الأمريكية، واستجابة على السياسة واستجابة أيضا على ما وردنا من معلومات وبيانات تتعلق بسوق العمل وبالبطالة. الآن منذ بداية الجائحة رأينا هذه المستويات تتأرجح، وأن السيد باول تحدث عن هذه المستويات وهو يشهد أمام الكونغرس مع بيانات الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الذي لا يزال يتعافى ولو ببطء ومع انحسار البطالة ومع هذه المستويات المنشودة أيضا للتضخم. إن الفيدرالي سيستكمل في هذا التشدد لغويا وعلى أرض الواقع مع تطبيق هذه السياسات المنشودة في الأشهر المستقبلية فيما يتعلق أيضا بتقوية الدولار في الأسواق العالمية. ولكن في المدى القريب سنرى هذه المرونة في الأسهم، ولكن على المدىين البعيد والمتوسط سنرى هذه المشكلة تنحسر شيئا فشيئا بالنسبة للاستجابة أيضا السوقية لكل هذه السياسات. إن الفيدرالي الآن يعول على التعافي الأمريكي بناء على هذه المعايير التي يحددها وأيضا الرفع المتوقع والزيادة المتوقعة للفائدة في السنة المقبلة أو في هذه السنة، والتقليص أيضا المتسارعة وتيرته في شراء الأصول، وهذا طبعا سيؤثر على الأسواق وعلى الأسهم وقيمتها. تقول ديفيد أنه سيؤثر على الأسواق والأسهم، ولكن أيضا في بداية حديثك ذكرت بأن رفع الفائدة مرتين أو ثلاث مرات حتى خلال هذه السنة لن يكون له تأثير يذكر على الأسواق ولا حتى على التضخم في المرحلة المقبلة. ما هو التأثير الذي يمكن أن يذكر بالنسبة لأسعار الفائدة؟
إذن فيما يتعلق بالأسهم المصرفية المتعلقة والمتأثرة برفع الفائدة، وأن القطاع الخاص لم يتمتع بهذه المعلومات الكافية حتى الآن من أجل التخمين أو التوقع، ربما نرى هذه الأثار المعاكسة مع هذه الطرق التي ستندرج في السياق الأوسع مع العلاقات مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص. نتحدث عن هذه الأسهم المتعلقة بالبنوك بشكل عام، وطبعا فيما يتعلق بالتأمين والقطاعات المرتبطة التي ربما تستفيد من رفع الفائدة، وهذه النظريات الكثيرة التي الآن نسمعها فيما يتعلق بالزيادات المتعددة للفائدة. إذن أظن أن القطاع المصرفي الآن سيكون له بعض الامتيازات، لا سيما هنا في أوروبا مع هذه القطاعات التي تعتمد على رؤوس الأموال وعلى السيولة أيضا، وهذا ما سيتأثر بالسياسات المصرفية والمركزية. طيب، ماذا عن فجوة الأرباح بين الولايات المتحدة وأوروبا التي تحدثت بنوك بعض البنوك الاستثمارية بأنها تنحسر، والآن الفرص قد تكون موجودة أكثر في أوروبا، ما رأيك؟ نعم، أنا متحمس للأوضاع في أوروبا ولمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، مع هذه المسائل التي الآن يتم تخطيها من بعد الجائحة، وطبعا استعادة العمل إلى آخره، ونتحدث عن قيمة اليورو مقابل الدولار أيضا. وفيما يتعلق باليورو سيبقى متينا طبعا مع هذه الأسواق الأوروبية التي تتعافى الآن، ولكن لا أظن أننا سنرى هذا النمو الرائع أو الكبير في أوروبا من بعد كل ما رأيناه من تبعات كانت ضارة جدا بعد الجائحة في بعض البلدان الأوروبية التي طلبت دعما ومساعدة أكثر من البلدان الأخرى، وإن الاقتصادات الآن في أوروبا أعيد فتحها، ولكن هناك هذه المقارنة طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك هذا الزخم الآن الذي نشهد عليه في أوروبا مع هذه التوقعات في المستقبل ربما لألمانيا التي ستكون في طليعة أوروبا. ديفيد مادن، محلل أسواق مالية في مجموعة أكويتي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن.